لا لا انا ما لقيت حتى حد، يا ولا العبيد هي اللي هي بينا، يا ربي بعد عليا عينيهم وبعد علينا شرهم، الحسد والبغض يا ربي بعد علينا عينيهم بعد علينا شرهم. المونتاليتي نتاع التوانسة يتلهوا ياسر ببعضهم، الفتنة برشا والحسد والبغض، وياسر لاهين بالعبيد، كانت لها في رواحهم خير. قل لي انت عندك الناس هذوما في حياتك والا؟ اي عندي. متلهين حتى تشري حاجه جديده، يلقاوك مثلا تخدم على روحك، يتلهاو بيك، يحسدوك، يبغضوك، ياسر عنا الحسد والبغض. واثر فيك الشيء هذا؟ اي. اي اثر فيا ياسر لاهين بيا. كيف نحكيو على اللهوة نحكيو على العين الخايبة، نجم نقول يعني كي إنسان يتلهي بيك برشا من غير ما يقول بارك الله ولا ما شاء الله تولي عين خايبة، وهذا يرجع عليك بالخايب ولا لا؟ يرجع اي بيان سور يرجع بالخايب. اي يرجع الحب مثلا رجع لك بالخايب العين؟ اي رجع بالخايب، كي تلهاو بيك كل حد مشي على روحه بيان سور. فرقونا في الخدمة، في الخدمة ياسر لهوة ياسر اللطف، ملا تدخل الصباح قبل صباح الخير يهزوك ويحطوك شنية لابسة شو عملت البارح ماشية معاك. قل لي تجاوب ولا بصراحة؟ بصراحة انت تجاوب ولا؟ قول لهم الحمد لله. اي الحمد لله، وكل حد يتلهي في روحه. تلهيو شي في رواح؟ تلهيو في رواح متوا. ما عادش لا ما عادش. شنو نقولوا في حياتك العامة؟ صافا خدامة صافا الحمد لله، دوبي دوب روحي وكهو. لا هي أنت ماكش لهي بحد؟ لا لا أنا ما لهي بحد حتى، يا ولا العبيد هي اللي هي بينا، يا ربي بعد عليا عينيهم وبعد علينا شرهم، الحسد والبغض. يا ربي بعد علينا عينيهم بعد علينا شرهم. تعبنا من عينينا الحاقدة. إن شاء الله ربي يبعدهم علينا.